أن بالنسبة للمؤسسة الجهوية الأنسب فيها تواجد دو بيبينيا واحد على مستوى بلدية قيس، عدد الأنواع التي تم اعتمادها 7 أنواع، وبالنسبة للمشتلة المتواجدة على بلدية المسارة وخاصة بإنتاج نوع الصنوبر الحلبي ليزوريجين دو لا بروفونس لاكران غابة الدولة بني مدول. كصيادين ولاية خشلة نشارك في حملة بداية سنة التشجير لما له من أهمية في البيئة والمناخ. تحتفي ولاية خشلة كباقي ولايات الوطن بهذا اليوم، وهو يوم انطلاق حملة التشجير الخاص لموسم أو لحملة 2023-2024، وهذا تحت شعار إحياء الغابات خطوة نحو مناخ أفضل مستقبل أخضر. جاء هذا الشعار من طرف منظمة الوطنية للتغذية الذي يهدف إلى ترميم كل الفضاءات الغابية التي مستها الحرائق بقوة. اسكو نو ميم حنا رانا مأمنين، حنا اسكو دابور رانا مأمنين انو هاد الشيء راح يريقلي البروبليم. اذا كان رانا مأمنين نقولوا اليزي، ولكن الا شفنا حنا او فون دو نو ميم اوني با كونفينكو بلي سافا ريقلي لو بروبليم، il faut le dire pour passer peut-être à d'autres étapes. Parce que l'honnêteté intellectuelle, خلينا نريزونيو بهذه الطريقه.